السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا كتير بالمرأة، وفي خطبة الوداع قال لنا وقال لكل الرجال استوصوا بالنساء خيرا، وقال أنه محدش يكرم المرأة ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم وغيره كمان. بس الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يوصينا بالنساء هو كالمعتاد كان خير قدوة لينا في الرحمة بالنساء. فالنهاردة احنا مكملين في سلسلة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناخد رحمته بالمرأة مع ضيفنا الشيخ أحمد الملكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بك. الله يخليك يا رب، يحفظك ويسترك يا رب. نسيت اسمي ولا ايه؟ فجأة لا ما نسيتش اسمك طبعا. أكدت عليه. تك يا شيخ أحمد. الله يخليك. الحمد لله، كل سنة وحضرتك طيب. وإحنا طبعا النهاردة مكملين سلسلتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حلقتك النهاردة بقى. وأيوة، حلقة المرأة بقى النهاردة. إحنا عايزين طبعا نبدأ مع حضرتك كده. وقبل ما نبدأ بتبدأي معايا، أنا محتاج أعرف يعني أنت إيه مفهومك، يعني مفهوم الرحمة أصلا بالنسبة للمرأة، فهمها ازاي قبل ما نتكلم؟ رحمة النبي بالمرأة يعني ولا الرحمة عموما؟ الرحمة عامة، أو رحمة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يعامل المرأة أصلا صلى الله عليه وسلم. إنه أنا المفهومين أنا عارفة إنه الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، أو المفروض إزاي نتعامل مع المرأة. أيوة، إن المرأة ليها مكانة خاصة في الإسلام، ليها احترامها وليها تقديرها، ودايما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحس يعني على حب المرأة ومعاملتها بالرحمة وبالمودة وبالاحترام. وان طبعا المرأة في الإسلام بقت مكرمة، حالها متغير تماما عن حالها ما قبل الإسلام. صحيح. طب معلش أنا آسف، ليه الانفصال اللي حصل فجأة ده في المجتمع؟ الإيه؟ الانفصال اللي حصل في المجتمع، يعني بمعنى احنا كتر الأسئلة، احنا ليه عملنا الحلقة النهاردة؟ لأن الأسئلة اللي جاية على طول كل واحدة بتقول ده جوزي ضربني، ده جوزي أهني، ده جوزي عمل معايا كذا، ده جوزي عمل معايا كذا، مع ان هم ما بيتجوزوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأنا أرى ان احنا لازم ندرس الحالة النفسية لكل رجل يهين المرأة، نشوف حالته النفسية أصلا عاملة ازاي. هو أصلا في زي ما حضرتك بتقول المشكلة انه يعني تطبيق الإسلام والأخلاق بتاعة الإسلام وتعليم الإسلام بقت قليلة، يعني الناس ممكن تاخد العبادات ومسكت فيها وبس، وسابت بقى بقية التعليم وبقية إن العبادات الأخلاق وهي دي الأساس. كويس، بس أنا عاوز المعاملات مع إن العبادات دي وسائل ولا مقاصد؟ يعني كل العبادات سواء المفروض إنها وسيلة، هي وسيلة الناس حطوها، هي دي الهدف وخلاص. الصلاة تنهى عن الفحشاء ولا إيه؟ يعني مهم إن هو صلى، مش مهم بعد كده بقى يشتم، يهين، يضرب، يعمل مراته وحش، يبقى ياكل حق الناس. عشان كده طب ابن مسعود انت كده ضيعت الصلاة على فكرة. عشان كده ورد عن ابن مسعود وأنس في الأثر: من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، لم يزد من الله إلا إيه؟ إلا بعد. على أي حال، خلينا نقول الحمد لله وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. نحن من خلال قراءتنا ومن خلال التفتيش والبحث في الكتب لم نجد أفضل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معاملته العملية، حتى النظرية والعملية مع المرأة. لأن كتير من الناس احنا ممكن نتكلم لكن إن غرق القول فانظر فعل قائله فالفعل يجلو الذي بالزيف يستتر. وإحنا رافعين الشعار في هذا الشهر الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكن أيضا مع الآية الكريمة دي في أيضا قول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا كما قال الله رب العالمين. فلما نشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تلاقيه كان دائما يحث على معاملة المرأة معاملة حسنة تليق بهذه أو بهذا الإنسان الذي كرمه الله تبارك وتعالى. لا شك أن المرأة بيعتريها صور من صور الضعف البشري زي أي إنسان على الإطلاق، خاصة كمان أن في ضعف بنسميه الضعف الأسري. لكن الضعف اللي في المرأة ده في ضعف هو غير مقصود من المرأة أبدا على الإطلاق، وفي ضعف مرغوب فيه محمود يعني مش مذموم. الضعف اللي هو مش مقصود منه ومش مذموم أبدا زي بنية الجسم والقوة وما إلى ذلك مش بإيد المرأة، ده بتاع الله عز وجل. لكن الضعف الثاني اللي هو محمود اللي هي رقة المشاعر،
اللي هو القلب، وحضور القلب والعاطفة تكون أكثر من مين؟ من الرجل. وعلى فكرة ده مش مذموم، لكن بالعكس ده إيه؟ ده مرغوب، وهو ضعف محمود. لو إحنا سميناه ضعف، هو ضعف محمود. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يوصي بالمرأة، فيقول استوصوا بالنساء إيه؟ استوصوا بالنساء خير. بل هقول لحضرتك حاجة، تخيلي إن في آخر خطبة هيخطبها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقدامه أكتر من 100,000 صحابي، والخطبة دي اللي احنا بنسميها خطبة الإيه؟ خطبة الوداع. خلاص دي الوداع، والنبي عليه الصلاة والسلام هيقول وصايا. فالنبي هيقول أي وصية، ولا هيقول بقى الوصايا المهمة جدا؟ المهمة جدا. فتخيلي أن النبي يفرد للمرأة جزء خاص في خطبته الكريمة، في خطبة الوداع خاص بالمرأة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عارف عوان يعني إيه؟ يعني أسيرات. هو ليه شبهها بالأسيرة؟ هي المرأة أسيرة؟ لا، معناها أن لما تتجوز المرأة بتكون العصمة في إيد مين؟ في إيد الرجل، ولا حيلة للمرأة. فممكن الراجل يعذبها، وممكن الراجل يبهدلها، وممكن الراجل مش عارف ويقول لها أبقى قابليني لو طلقتك، أنا هخليكي كده زي البيت اللي الوقف، لا مطلقة ولا مزوجة ولا مطلقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحذر، بيقول اتقوا الله عز وجل في النساء فإنهن عوان عندكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يفرد جزءا خاصا صلى الله عليه وسلم للمرأة، فهذا إن دل فإنما يدل على أهمية للمرأة. بس يا رسول الله أحيانا كده بيحصل شكل وبيحصل زعل وبيحصل مش عارف كده أحيانا يعني، وده الطبيعة البشرية. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول وليكن، لا يفرق مؤمن مؤمنة، ما يكرههاش بالكلية. إن تنظر دايما في الجانب المضيء، وما تنظرش أبدا في الجانب السلبي. إن كره منها خلقا رضي منها إيه؟ رضي منها أخ. فواحد يقول والله أصل المرأة دي سليطة مثلا اللسان، أيوة بس هي أم ولادي، فأنا هنظر في الجانب المضيء ده. المرأة دي بس هي علت صوتها علي، يا أخي استحملها مثلا، ده هي الغسالة لثيابي، طباخة لطعامي، ده هي أنا بيجي ولاقي كل حاجة كويس، فأنا هستحمل. أنظر إن كره منها خلقا رضي منها إيه؟ رضي منها أخ. بل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اوعوا تفكروا إني وأنتم بتتعاملوا مع المرأة إن هي امرأة مخلوق أقل، لا لا لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، ده في المساواة والحقوق والواجبات في مساواة. إزاي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، نظائر الرجال. فإيه ده؟ طب يا رسول الله أنت لما بتقول الكلام ده بتقول الكلام ده نظري بس، ولا أنت يا رسول الله طبقت الكلام ده عملي؟ لا، ده سيدنا النبي طبق الكلام ده عملي عليه الصلاة والسلام. فالنبي لما يقول الكلام ده نظري هو مستمد من قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا إيه؟ خيرا كثيرا. فيجي النبي طبق ده تطبيق عملي صلى الله عليه وسلم. قبل ما ناخد تليفونات نشوف التطبيق العملي ده. سيدنا أبو بكر يدخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعنده السيدة عائشة اللي هي بنت مين؟ بنت سيدنا أبو بكر. فسمع صوتها عالي، فدخل سيدنا أبو بكر فأراد أن يتناولها ليلطمها، ده أبوها خلاص. فإذ بالنبي يحجزه عليه الصلاة والسلام، تمام، لغاية لما خرج سيدنا أبو بكر مغضب من عند النبي عليه الصلاة والسلام، غضبان من عند سيدنا النبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة كيف رأيتني أنقذتك من الرجل. هو مين اللي ينقذ مين؟ هو الأب اللي ينقذ بنته، ولا الزوج هو اللي الأصل الأب؟ يعني لو الزوج عمل مشكلة إزاي وتعمل واوا إلى آخره، ومع ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلام ده للسيدة عائشة. بعد أيام داخل سيدنا أبو بكر يطرق الباب، لقاهم صوتهم عالي وبيضحكوا، فقال أبو بكر رضي الله عنه أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلنا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بالمعاملة دي فاقت الحنان بتاعه، فاق الحنان بتاعه وفاقت مودته. حنان مين؟ حنان الأب ومودة الأب صلى الله عليه وسلم. يا ريت نطبق الحاجات دي في بيوتنا، ما كانش يبقى فيه المشاكل دي. فاحنا معانا بقى تليفون، اول تليفون منال. اهلا يا منال. اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، اتفضلي. انا عندي بس سؤالين ويا ريت الشيخ يجاوبني ويريحني فيهم بالله عليكم. اتفضلي. انا اول سؤال عندي ده مهم جدا، انا معلش يعني انا حلفت على المصحف وكان الحلفان مش صحيح. ماشي. بس كان امري يعني كان هيبقى فيه خراب بيتي،
فانا اضطريت اعمل كده، وانا متاذيه من ساعتها في الموضوع ده جدا جدا. انا الحمد لله بصلي يعني الحمد لله ملتزم مع ربنا، فالموضوع مأذيني نفسيا جدا. طيب سؤالك التاني. سؤالي التاني، انا بصلي الفجر فبصحى على الساعه 9 او 10 الصبح، هل اصلي الصبح؟ ولو انا ما صليتش الفجر اصلي الصبح واعمل اقامه الصلاه، لان انا بقيم الصلاه قبل انت كل الصلاه. ثانيه واحده، انت بتصلي الفجر ماشي خلاص، اما اصحى بقى اصلي الصبح برضو؟ ايه الصبح تاني قصدك؟ ايه يعني الصبح بقى النهار طلع؟ هوضح لك. حاضر. قصدك الضحى؟ لا لا هوضح لك. ضحى وقم لها صلاه لو انا ما صليتش الفجر؟ لا لا لا. لو انا في يوم نمت. طيب انت واضح ان انت متلخبطه، فالشيخ هيشرح لك بالتفصيل. اما بالنسبه للسؤال الاول فهي تعلم وتقول انا يعني حلفت على كتاب الله تبارك وتعالى والحلف كان كذبا، فماذا تفعل؟ فتبدا تستغفر الله عز وجل وتتوب الى الله تبارك وتعالى وتتصدق حتى يغفر الله عز وجل لها، فتبدا تستغفر، لان اليمين ده هو يمين ايه؟ يمين غموس. الحاجة التانية اللي هي بتقول أنا بصلي الفجر، لو أنت يا أختي الكريمة صليت الفجر في ميعاده أو الصبح في ميعاده عادي، وبعدين نمت بعد الفجر وصحيتي تاني، خلاص ما فيش صلاة تاني فرضا إلا صلاة الظهر، يعني فريضة إلا صلاة الظهر. طب في نافلة؟ أيوة طبعا، اللي هي صلاة الإيه؟ اللي هي السنة، اللي هي صلاة الضحى. ممكن تصلي بقى ركعتين السنه بتوع الضحى قبل الظهر ميتا، بس انت خلصت، انت عملتي الفرض اللي هو الفجر او الصبح. فما فيش حاجه اسمها صلاه الايه الصبح بعد ما استيقظ، انت خلاص صليتي. طب انا لو نمت وراحت عليا صلاه الفجر، راحت يعني قضى، يعني راحت خلاص، ما صليتهاش. فانا قمت الساعه 9 الساعه 10 الساعه، وقت ما قمت كده فانا اعمل ايه؟ اقوم اصلي السنه وبعدين اصلي ايه الفرض. طب منفع ان انا اقيم الصلاه؟ ايوه ينفع ان انت تقيم الصلاه، ما فيش مشكله ولا باس لحد قبل الظهر ميت، حتى لو حد نام وصحي بعد العشاء ما صلاش كل الصلاة دي كلها، لازم يصليها، هيصليها. نعم. معانا ام زياد، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا استاذه دعاء؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. بس انا في مشكله عندي، فعايزه اسالكم وتنصحوني بيها. تمام. طب نعلي الصوت بس شويه. طيب، اولا انا كنت مخطوبه، فالخطيب ده انا اتجوزته هروبا من بيت اهلي. تمام. فبيت اهلي كانوا ايه؟ ابويا شديد عن الكل. ماشي. شديد من ناحيه ان هو متمسك عن كل حاجه. تمام. طبعا حرمنا كلنا من كل حاجه، طبعا جهازي ما اتطوعش فيه كابنته. في ناس من اهل الخير تبرعوا وجهزوني، وكان رافض اصلا بعد ما هو كان موافق على خطيبي، رفضه. انا اصريت عليه. رفضوا ليه؟ بسبب ان حكايه التليفونات، ان خطيبي بره شغال في الكويت وعايز يتواصل معانا، فهو منع حكايه التليفونات دي. تمام. فبدات المشاكل. طبعا انا شايفه ان خطيبي راجل حاجج وبيصلي وعارف ربنا، فتمسكت بيه. واتجوزتي؟ واتجوزت. بقى لك كام سنه؟ سنتين. ومبسوطه؟ انا هاجي لك بقى في الكلام. طبعا بعد ما اتجوزت لقيت حماتي من النوع الشديد، يعني ممكن تشتمني. انت عايشه معاها ولا عايشين في بيت عيله ولا ايه؟ في بيت عيله. وهو لسه، وهو بيشتغل لسه بره ولا نزل وقاعد معاكي؟ اه شغال بره. هو بره وسايبك في بيت اهله؟ ايوه. تمام. طبعا انا من النوع مش برد على الشتيمه. تشتمني؟ ما بردش. ما بتردش على الشتيمه؟ حماتي ما بردش. تمام؟ تمام. طبعا اعتمادوا كلهم فيها. جوزي طبعا لما تحصل مشكله صغيره مثلا بين امه وبينه يشتمنا انا، يشتم امه، طبعا امه ترد لنا الشتيمه. مين اللي بيشتم امه؟ هو بيشتمهم كلهم، يعني لما بيحصل مشكله وتدخلوه يروح شتمكم كلكم. ايوه. تمام. خلفتي؟ معايا ولد. تمام. وسؤالك ايه بقى؟ هو دلوقتي بيهددني بالطلاق. مع اني انا عارفه لو رجعت البيت اهلي معاملتهم ليا هيكون مش حلوه خالص. فانا بترجاه، بقول له طب علشان ابني، طب هعيش لك خدامه، طب هعيش لك جاريه، طب معلش، رغم ان انا ما اكونش غلطانه. هو حاليا منعني من امي. هو حاسس ان انت ضعيفه ومش عايزه ترجعي او مالكيش حد يشيلك لو رجعتي. ايوه. فبيتمادى في الحكايه دي بقى. وكلهم استضعفون، يعني اقل ما فيها بنت سلفتي ضربتني. بنت سلفتك؟
ضربتني. يعني لا مش معقول يعني. يعني عندها كم سنة وانت عندك كم سنة؟ انا عندي 22 سنة. وهي كم سنة؟ هي في 5 ابتدائي. لا مش معقول. 5 ايه؟ ابتدائي. وما انت برضو انت برضو بصي انتي كلهم ما انت قللتي من نفسك لدرجة ان انت اديتيهم المساحة والفرصة دي. ما انا ما بردش ومش مدخلة حد من اهلي. فالحاجة المشكلة دلوقتي ان جوزي بيهددني بالطلاق. يعني ما انت اديتيهم الفرصة دي. ماشي حبيبة قلبي. جوزك شغال ايه؟ في الخارج في الكويت. ماشي. وانت لو اتطلقتي هترجعي عند اهلك ومش وابنك؟ هو عايزه. بيقول لي طيب ماشي يا حبيبه وبرضه مش هديكي حقوقك. يا عايزه تطلقي هطلقك بس هتروحي عند اهلك كده من غير اي حاجه. تمام. الشيخه يرد عليك. اما فهم السؤال بقى ما سمعتش كتير من السؤال. هي فضلت تقلل من نفسها ومن قيمه نفسها لحد لما كلهم بقوا بيشتموها ويهنوها ويضربوها حتى بنت سلفتها الطفله يعني اللي في ابتدائي. لا انا ما اعتقدش ان الطفله تضرب يعني. هو ممكن الطفله دي بتهزر بتاع تعمل حاجه كده بوكس بتاع يعني لكن مش الضرب اللي احنا ناخده زي ما ان حد كبار. طبعا. الحاجه الثانيه جوزها خلاص حاسه ان هي ضعيفه وان هي ملهاش حد ومش مدخل اهلها واهلها قالوا لها من الاول ما تتجوزيهوش وهي اللي عندت ومشيت وباباها صعب. فهو عرف ان هي قللت الحيله وان هي بتقول له في كل خناقه لا انا ابوس ايدك وابوس رجلك ما تطلقنيش عشان ما ارجعش بيت اهلي. فهو عرف ان هي ضعيفه فبيضغطوا عليها من الناحيه دي. فهو بيهددها في كل حاجه ان هو هيطلقها ويرجعها بيت اهلها وهي مش عايزه. يعني على اي حال انا ارى ان هو بس تقول له يعني اذا اردت ان تطلقني فانتظر لغايه لما تيجي ترجع ان شاء الله بالسلامه من الكويت. وانا ارى ان هو اول ما يرجعوا كده يروحوا عند ناس مصلحين يقعدوا ما بينهم الاثنين كده. ولازم البنت دي لازم تقرا كتير جدا وتتعلم. هي صغيره عندها 21 ولا 22 سنه. ايوه لازم تقرا يعني لازم تقرا كتير جدا وتتعلم ازاي تتعامل مع المواقف الصعبه. يعني ازاي تتحدى الموقف الصعب وازاي تتخذ قرار وازاي ان ما يبقاش قللت الحيله زي ما بيقولوا بالطريقه دي. فانا ارى ان هي تنتظر وتصبر كده وتيجي. لازم تدخل حد من اهلها. لازم تدخل بقى والدها صعب ومامتها صعبه اخواتها. لازم حد من اهلها لغايه لما جوزها يجي وبعدين يشوفوا حد من الصالحين يقعدوا ويبدا يظبط المسائل دي عندها. طيب معانا ايمان. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام اتفضلي. ازيك يا استاذه ضايع؟ عامله ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انا في سؤال كنت عايز اساله لفضيله الشيخ. اتفضلي يا فندم. انا ام لخمس اولاد متجوزه بقالي 10 سنين وجوزي كان الاول حالته الماديه ميسوره الحال وبعد كده جاء عليه يعني الوقت وكده والحاله اتدهورت معاه خالص يعني. فطبعا انا بدات استلف وبدات تبقى عليا ديون وكده عشان اقدر اعيش على المعيشه وكده. فالمهم انا جيت عملت مشكله مره ورحت عند اهلي. فدلوقتي والدي قلت له يعني عايزك تساعدني في المعيشه وكده. ان هو والدي ميسور الحال جدا الحمد لله حالته الماديه مرتاحه. فهو قال له انا ما اقدرش اساعدك. عايزه تيجي بطولك لوحدك ماشي على عيني وعلى راسي. غير كده ما تجيبيش عيل معاك خالص. وانا دلوقتي مش قادره استحمل العيشه اللي انا فيها دلوقتي. هل انا دلوقتي لو سبت عيالي ومشيت ده يبقى في حرمانيه ليا؟ لا 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 هتبقي اثمه وهتبقي غلط. واللي انت بتعمليه ده ما ينفعش اصلا. ولازم بس نصبر كده ونشوف الدنيا الاول. جوزك كان حالته الماديه متيسره صح كده؟ قعد قد ايه حالته الماديه متيسره في خلال 10 سنوات؟ قعد ايه؟ قعد قد ايه معاه فلوس؟ قعد قد ايه يعني الحاله الماديه كويسه؟ ثلاث سنين. قعد معاه ثلاث سنين. ثلاث سنين كانت الفلوس كويسه وبعدين بدات تقل؟ هو شغال صنايعي ولا شغال موظف ولا هو شغال ايه؟ ايوه صنايعي. لا هو دخل في مشروع خاص بكل اللي وراه. ودلوقتي بيشتغل ولا بيعمل ايه؟ لا هو دلوقتي ما بيشتغلش خالص ولا اي شغله؟ هو قاعد في البيت ممكن بتاع. نعم. هو بيشتغل ايه اصلا؟ هو كان الاول شغال مهندس. شالي مهندس. طب يعني يقدر دلوقتي مهندس. يشتغل. طب هو ما بيشتغلش ليه دلوقتي؟ مش لاقي شغل؟ هو دلوقتي مش لاقي شغل وقاعد في البيت. بقاله قد ايه قاعد في البيت؟ بقاله اكتر من خمس سنين قاعد في البيت. سبع سنين قاعد في البيت. خمس سنين ما بيطلعش بره. يعني عمل مشروع فخسر فقعد في البيت. قاعد في البيت يعني ما بيحاولش يشتغل اي شغلانه حتى لو مش تخصصه. هو حتى لما بيروح اي شغلانه بيقعد فيها فتره شهر ولا حاجه ويقوم طالع. انا والدي ووالدتي اللي كانوا بيساعدوني في الاول
فطبعا هم بقى دلوقتي بداوا يزهقوا ان هم مثلا بيدوني فلوس ان هي تساعدني. باباها ومامتها 5 سنين بيساعدوها بس زهقوا خلاص. وانت ما وانت ما حاولتيش تشتغلي برضو؟ لا انا ما اقدرش اسيب، انا عندي اصغر عيل عنده 3 سنين، ما اقدرش اسيبهم البيت. طب امال انت لو يعني انت لو انت سؤالك ايه، انك بتقولي بتفكري تطلقي وترجعي لباباكي؟ انا دلوقتي مش انا سؤالي دلوقتي في حاجه معينه، انا دلوقتي مش قادره استحمل العيشه اللي انا عايشاها، ان انا الضغط اللي انا فيه. فدلوقتي هو كان والدي حل والدي ان انا اسيب العيال واجي. طب ما انت وهتسيبي ولادك وابنك اللي بتقولي عنده 3 سنين مش عارفه تشتغلي علشانه؟ انا مش قادره، هم اللي مصاريف العيال كتير وجوزي من ناحيه وانا الضغط وانا بستلف من ناحيه والضغط ده عليا. يعني انت لما تسيبي ولادك وتسيبي ولادك وتروحي تعيشي مع اهلك وتسيبي جوزك وتسيبي اولادك او تطلقي، انت كده هتبقى مبسوطه؟ مين اللي هيصرف على اولادك؟ ما انا مش هبقى مبسوطه، بس انا يعني ايه الحل ايه لي انا مثلا؟ حاضر يا فندم، حاضر حاضر. انا ما اعرفش، انا ما اعرفش الحل، ما اعرفش الحل، لازم الطرفين نسمع الطرفين ولازم نعرف المشكله. مفيش كده في الدنيا، مفيش واحد قاعد 5 سنين في بيته ما بيحاولش ان هو يشتغل. مفيش كده في الدنيا، ومفيش امراه اصلا تبقى عاقله تقول انا اسيب اولادي وكده وايه الحل. لا طبع. هو الشيخ مش هيديكي فتوى في المساله دي خالص. طبعا لازم نشوف الطرفين ماشيه ازاي. وبعدين يا جماعه الايام دول، هي عمر الحياه ما كانت مستقيم، ايام بيبقى معانا فلوس وايام ما بيبقاش لاقيين ناكل، ومع ذلك بنحمد ربنا تبارك وتعالى. السيدة عائشة بتقول كنت 3 أهلة نوعه كده لا يوقد في بيت رسول الله نار، فهنستحمل. فهي بتقول 5 سنين، أنا حكاية ال5 سنين مع احترامي لحضرتك، مفيش زوج هيقعد 5 سنين قاعد في بيته، ما بيحاولش، هو مهندس، ما بيحاولش يشتغل هنا ولا يدور هنا ولا يعمل هنا، ممكن يشتغل شهر ويقعد شهر، ممكن يكون المرتب قليل، بس مش ما بيدخلش دخل خالص دي، خالص. لا يبقى القضية مش كده خالص. وفي ظروف كتير مشابهة، المرأة بتشتغل وتساعد حتى لو شغل من طبعًا البيت. طبعا طبعا مش لازم تنزل وتسيب ولادك. يعني يا جماعة مش كده خالص. فأنا أرى إن حضرتك لا ترياثي، وأنتوا الاتنين كده روحوا وحدة لم الشمل في مشايخة الأزهر مركز الفتوى، واقعدوا مع بعض كده وشوفوا الدنيا ماشية إزاي. لازم الطرفين نسمع الطرفين، لكن أسمع طرف دون طرف ده مشكلة. المسائل مسائل طلاق وزواج. مش سهل جدا، ان يعني صعب على فكره ان المراه تيجي تقول انا اسيب اولادي. طب وبعدين في النهايه هو احنا بنتجوز ليه اصلا يا جماعه؟ ما خلاص ادام انا مش قد الجواز انا ما اتجوزش. يعني انا طول ما انا عارف كده هدخل على مرحله زواج، عارف ان الحياه دي يوم فوق ويوم تحت، هتستحمل ولا لا؟ طب استحمل يوم؟ لا، ممكن تكون 10 ايام ويومين فوق. تستحمل ولا ما تستحملش؟ لا ما تستحملش، خلاص ما تقدمش على المساله دي. مش نجيب اولاد ويبقى عندنا اطفال بقى الايه، اطفال المفاتيح ولا اطفال الشوارع؟ 5 يعني 5 في 10 سنوات. طب ادام هي الحاله من هو يعني هي بتقول انا قعدت 3 سنوات، تمام، في 7 سنوات قاعده تخلفي ليه؟ بتخلفي ليه فعلا؟ ما دي اشكاليه كبيره. وانا عمال اجيب ربنا يخلي ويبارك، بس ليه بعد 3 سنوات برضه؟ ده مش منطق، صح؟ فاحنا لا منطق. لا لا لا، النفسيه لازم يا جماعه تتغير وتتعالج، ونشوف لازم دراسه نفسيه الحالات دي كلها. والله هي ممكن تكون، هي بتقول انا مضغوطه، هي ممكن تكون دلوقتي عندها مشكله نفسيه، فانت محتاجه مش للراي الشيخ، لان الشيخ مش عمره ما هيقول لك اتطلقي في الوضع ده او سيبي ولادك، لكن انت محتاجه تشوفي حد نفسي، دكتور نفسي، استشاري نفسي، ده تخصصه، تتكلمي معاه، تطلعي كل اللي جواكي، يقول لك حلول، يقول لك تفكري صح ازاي علشان ما تاخديش قرار غلط وترجعي تندمي بقيه حياتك. احنا فقرتنا خلصت، احنا اتنرفزنا. فقرتنا خلصت، ومشاكل البيوت طبعا كتير ومش بتخلص، واحنا بنحاول نساعد على قد ما نقدر، والسلسله اللي احنا عاملينها عن اخلاق النبي ومعاملات النبي نحاول ان احنا نطبقها في حياتنا. القضيه احنا بنخرب بيوتنا بايدينا، مش بايد حد ثاني خالص ابدا على الاطلاق. وعلى فكره ده مش ضرر بس في عليهم هم شخصيا، ده ضرر على المجتمع كله. انت متخيله ان كم اسره كده عاوزه تتفكك كده، ويبقى احنا مجتمع متفكك. بعدين هي قالت كلمه الحقيقه بسبب يعني احنا بنتجوز غلط، احنا بنتجوز غلط، بس في كلمه هي قالتها واتكررت في كذا مشكله قبل كده، ان الاهل لما بنتهم مثلا بيبقى عندها مشكله، الكلمه اللي بيقولوها تعالي لوحدك وسيبي ولادك، الكلمه دي صعبه قوي، مش عارفه ليه اتكررت كذا مره. عشان كده وان كان الحديث يعني ليس صحيحا، طب ما اولادها دول هم برضو ولادكم وهم احفادكم. ومع ذلك وان كان الحديث اللي انا هقوله ده مش صحيح، مش حديث برضو، بس كلمه تقال: اياكم وخضراء الدما، قيل وما خضراء الدما؟ قال المراه الحسناء في المنبت السوء. تخيروا يا جماعه، نوطفيكم يا جماعه، الست تختار والراجل يختار. طبعا. وبشوف مين عيالي، مين هيبقى خالهم،
معلش يعني مين هيبقى خالهم؟ صح كده؟ مين هتبقى خالتهم؟ جدهم مين؟ نفسيته ازاي؟ هيتعامل مع الاولاد ازاي؟ هيبدا الولد لما يغلط هو في النهايه هيقومه صح ولا لا؟ لما بنته دي تغلط هو هيجي وفي النهايه يبقى هو المصلح ولا هو يقول لا سيب اولادك كل ده؟ وهي كذلك الامر. مين ولادي؟ هيبقى عمهم مين؟ جدهم مين؟ الاختيار الصح هو الاساس. الاختيار السليم. ربنا يهدي الاختيار السليم وربنا يهدي كل الاحوال في كل البيوت يا رب. اشكرك جدا يا شيخ احمد في نهايه فقرتك. ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء، ولسه برضو مكملين لآخر الشهر في احتفالاتنا بمولد خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإحنا في فقرة الخير وبنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لازم نفتكر أن النبي كان أجود الناس وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيء إلا أعطاه. تخيل كده أن أي حد يطلب منك أي حاجة لازم ياخدها. امرأة ادت كده هدية للنبي شاملة يعني زي شال أو عباية صوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبسها، فواحد من الصحابة شايفه قال له الله يعني حلو الشال ده يا رسول الله، فالنبي قلعه وادهوله. فالصحابة زعلوا من الراجل وقالوا له يعني ازاي تعمل كده، انت عارف ان النبي ما بيردش حد، يعني ما بيقولش لحد ابدا، لا لو طلب اي حد منه حاجة لازم بيديها له. فقال لهم الراجل قال انا كنت عايز اخدها بس من النبي تبقى بركة كده علشان لما اموت اتكفن بيها، عليه افضل الصلاة والسلام. فانا برحب بضيفنا دلوقتي الداعيه الاسلامي الدكتور صالح الشواف. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه وبخير وسعاده وكل الساده المشاهدين. واحنا طبعا في شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم دايما بنحب كده ان احنا نتكلم عن صفات النبي وعن صفاته واخلاقه وحب النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي نتعلق بيه وبحبه ووجود النبي وكل الحاجات الجميله عليه الصلاة والسلام. يعني أجمل المجالس يا أستاذة دعاء اللي بنتكلم فيها عن النبي عليه الصلاة وأحلى العادات اللي بنتكلم فيها عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندناش أغلى من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيحبنا عليه الصلاة والسلام وكان بيشتاق لنا صلى الله عليه وسلم. كان قاعد مع الصحابة في يوم فقال اشتقت إلى أحبابي، فالصحابة قالوا لي يا رسول الله ألسنا أحبابك وإحنا مش حبايبك؟ قال لا، وإنما أحبابي أناس يأتون بعدي يتمنى أحدهم لو رآني بنفسه وماله والناس أجمعين. كان بيحبنا الحب ده صلى الله عليه وسلم. قرأ يوما قول إبراهيم في قومه رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول عيسى في قومه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نزل عليه جبريل وقال يا محمد ما يبكيك؟ قال أبكي على أمتي يا أخي يا جبريل، أنا خايف على أمتي. ليصعد جبريل إلى الله الجليل ليسأله ربنا وهو أعلم ما يبكي محمدا يا جبريل؟ فقال يا رب يبكي على أمته، خايف على أمته من بعده. فقال الله عز وجل يا جبريل انزل لمحمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. يا أستاذة دعاء من حبه لينا هو الوحيد اللي هيشفع لنا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. الخلائق يروحوا لكل الأنبياء، يروحوا لسيدنا آدم ويقولوا له أنت أبو البشر اشفع لنا عند ربك، فيقول نفسي نفسي. ويذهبون إلى إبراهيم ويقولون يا أبا الأنبياء ويا خليل الرحمن اشفع لنا عند ربك، فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فيأتون إلى سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله اشفع لنا عند ربك، فيقول أنا لها أنا لها أنا لها، ويخر تحت عرش ربنا الرحمن ساجدا ويحمد الله بمحامد ما حمده بها أحد قط قبل. فيقول له ربنا يا محمد صلى الله عليه وسلم الحبيب الخليل حبيب الله وخليل الله، يقول له ربنا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول يا رب أمتي أمتي. ده كان حاله يا أستاذة دعاء في حبه لينا عليه الصلاة والسلام. طب اللي كان بيحبنا الحب ده ألا يستحق منا أن نحبه؟ ألا يستحق منا أن نغار عليه؟ ألا نستحق منا أن نوقره صلى الله عليه وسلم؟ بس اسمحي لي يا أستاذة دعاء أقول لحضرتك إن اللي بيحب حد بيعرف كل حاجة عنه،
بيعرف شكله وكل أخباره وكل تفاصيل حياته. فإيه رأي حضرتك نتعرف على شكل سيدنا النبي؟ كان شكل سيدنا النبي عامل إزاي؟ شكله بقى يعني صفاته وشكله، صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم، هيئته صلى الله عليه وسلم، كان شكله عامل إزاي؟ اللي بيحب حد بيبقى مهتم يعرف كل حاجة عنه طبعا. فما أجمل أن نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسط في كل شيء، ربع من الناس، له طويل ولا قصير، ولا تخين ولا رفيع، إنما هو وسط بين الطول والقصر وبين السمانة والنحافة صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم سهل الخدين، يعني ناعم الخدين صلى الله عليه وسلم، واسع الجبهة، جبهته واسعة عليه الصلاة والسلام، أدعج العينين، يعني الجزء الأسود في العين عند سيدنا النبي شديد السواد صلى الله عليه وسلم، أهدب الأشفار، يعني رموش سيدنا النبي طويلة صلى الله عليه وسلم، أقنى العرنين، يعني أنفه فيها شيء من الطول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، يعني فمه واسع، وده عند العرب دليل على الفصاحة والبلاغة، أنه بيعرف يتكلم كويس. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، مفلج ما بين الأسنان، يعني بين كل سنة والتانية عند سيدنا النبي مسافة كده عتي منظر جمالي صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم، لما يتكلم رؤية كأن نورا يخرج من فمه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. شعره ينزل إلى شحمة أذنيه، وأحيانا ينزل إلى كتفيه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. سواء البطن والصدر، يعني ملوش كرش صلى الله عليه وسلم، سواء البطن والصدر صلى الله عليه وسلم. عريض الكتفين، واسع المنكبين صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. رحب الراحة، يعني كفه عريضة صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قالوا رحب الراحة دلالة على الكرم، إنه كان كريم قوي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. سريع الخطوة، واسع المشية، يعني لما يمشي سيدنا النبي بيمشي بقوة، وبيمشي كأنه بينزل من مكان عالي، كأنما ينحط من صبب، لا يمشي مشية تكبر ولا مشية اختيال، إنما يمشي متواضعا كأنما ينزل من مكان عالي، يمشي بقوة صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اللي يشوف سيدنا النبي من بعيد يهابه، ليه هيبة صلى الله عليه وسلم، واللي يقرب من سيدنا النبي يحبه صلى الله عليه وسلم. أجمل الناس من بعيد صلى الله عليه وسلم، وأحلى الناس من قريب صلى الله عليه وسلم. جل نظره إلى الأرض وغالب نظره الملاحظة، يعني إيه؟ يعني طول الوقت سيدنا النبي باصص في الأرض، متواضع صلى الله عليه وسلم، طول الوقت باصص في الأرض، ولما حد يكلمه يرفع عينيه يبص للي بيكلمه، وبعدين ينزل عينيه في الأرض صلى الله عليه وسلم. جل نظره إلى الأرض وغالب نظره الملاحظة، إذا التفت التفت جميعا، يعني لما حد يكلم سيدنا النبي مش ما بيبصلوش برقبته بس أو بيوشه بس، لا، يلف، لما يلف بجسمه كله، ده دليل على إيه؟ اهتمام، على اهتمام طبعا. إن بيوقر من يكلمه صلى الله عليه وسلم، وبيهتم بكل اللي بيكلمه صلى الله عليه وسلم، وبيتواضع مع الناس صلى الله عليه وسلم. لا ينزع يده من يد من يصافحه حتى ينزع الآخر يده، لما حد يسلم على سيدنا النبي، سيدنا النبي ما يشيلش إيده منه إلا لما التاني اللي ينزع إيده. لا ينزع يده من يد من يصافحه حتى ينزع الآخر يده منه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. حسن الجسم، عظيم الهامة صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طويل العنق، كان رقبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها طول، الصحابة بيوصفوها بيقولوا كأنها دمية فضة صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وش سيدنا النبي كان بين الاستدارة والاستمالة، كان بين الاستدارة والاستمالة صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أكحل العينين وليس بأكحل، يعني اللي يشوف سيدنا النبي يقول إنه حاطط كحل، بس سيدنا النبي ما بيحطش حاجة صلى الله عليه وسلم. أكحل العينين وليس بأكحل صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. مقوس الحاجبين في غير قرن، يعني حواجب سيدنا النبي مقوسة فعتي منظر جمالي جدا، وقريبين من بعض بس مش ملتصقين التصاق تام صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. بين حاجبيه عرق يدره الغضب، لما سيدنا النبي بيغضب وما كانش بيغضب إلا لله، كان عنده عرق هنا كده بيظهر لما يغضب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أنور المتزرد، يعني إيه أنور المتزرد؟ يعني أعضاء سيدنا النبي اللي مغطياها الملابس والهدوم لما بترفع عنها منورة، ده معنى أنور المتجرد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس بن مالك بيقول عنه: ما مسست ديبازا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا جابر بن عبد الله في الشمائل عند الإمام الترمذي بيقول: خرجت في ليلة أضحيان، يعني القمر فيها بدر، بيقول: فأخذت أنظر إلى رسول الله
وأنظر إلى القمر فلرسول الله أحلى من القمر صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم جميل الرائحة، ريحته حلوة صلى الله عليه وسلم. إحدى محارمه كانت تأخذ من عرقه صلى الله عليه وسلم وتقول نطيب به طيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، بارك عليك يا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل مره ثانيه مشاهدينا، خليكم معانا بعد الفاصل. معاكم على هؤم مباشرة مشاهدينا، ورجعنا لكم مرة تانية وبنكمل طبعا كلامنا عن وصف وشكل وهيئة النبي صلى الله عليه وسلم. بنرحب طبعا مرة تانية بحضرتك دكتور صالح. الله يكرمك يا أستاذ الدعاء. نكمل بقى، حضرتك هتحكينا دلوقتي على حديث بيوصف شكل وملامح النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، مهما نقول عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش هنوفيه حقه. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. صلى الله عليه وسلم. من أجمل الأحاديث في وصف سيدنا النبي يا أستاذة دعاء حديث صحابية اسمها أم معبد. سيدنا النبي في الهجرة في الطريق من بين مكة والمدينة كان بيعدي كده على مكان استراحة، كانت خيمة كده اسمها خيمة أم معبد. الخيمة دي زي استراحة كده في الطريق بين مكة والمدينة، وكان الناس بتشتري منها اللحم واللبن والتمر، يعني بتتزود منها في السفر يعني. فسيدنا النبي لما وصل للخيمة دي هو وسيدنا أبو بكر وعبد الله بن أريقط وعامر بن فهيرة، فاستأذن أم معبد إن هم محتاجين أكل ومحتاجين طعام، فاعتذرت إن هي ما عندهاش حاجة. فسيدنا النبي نظر فوجد شاه هزيلة، فقال يا أم معبد أتأذنين لي أن أحلب هذه الشاه؟ فقالت هي هذه الشاه هزيلة خلفها الركب، يعني ده ما قدرتش تطلع ترعى مع بقية الغنم يعني. فسيدنا النبي مسح على ضرعها فدرت الشاة باللبن من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فلما رجع زوج أم معبد، وكان سيدنا النبي انصرف بعد هذه المعجزة اللي حصلت، فسألها عن هذا يعني، فأخبرته فقالت لقد مر بنا رجل مبارك حدث من أمره كذا وكذا، يعني حصل معجزة قدامي وشفت كذا كذا، والشاة اللي كانت مريضة وهزيلة درت باللبن وزادت باللبن. فزوجها قال صفيه لنا يا أم معبد، قولي لي شكله كان عامل إزاي. قالت وصف جميل جدا يا أستاذة دعاء، بديع، ما أجمله ما أبدعه. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، وسيم قسيم، لم تزر به صعلة ولم تعبه ثجلة، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي عنقه سطع، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثافة، أحور أكحل، أزج أقرا. صلى الله عليه وسلم. نحن كده تعليق سريع جدا، نشرح الوصف. بتقول ظاهر الوضاء، يعني جماله باين قوي، أي حد يلاحظ جماله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم أبلج الوجه، يعني جميل الوجه، وشه حلو صلى الله عليه وسلم، منور صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق، يعني كل حاجة فيه حلوة صلى الله عليه وسلم. لم تزر به صعلة ولم تعبه ثجلة، يعني ما عندوش كرش، جسمه كده جميل صلى الله عليه وسلم، وراسه متوسطة ولا كبيرة ولا صغيرة صلى الله عليه وسلم. وسيم قسيم صلى الله عليه وسلم، في عينيه دعج اللي هو قلنا شديد سواد العينين، وفي أشفاره وطف الرموش الطويلة صلى الله عليه وسلم، وفي عنقه سطع رقبته طويلة زي الفضة بالضبط صلى الله عليه وسلم، وفي صوته صحل، صوته فيه بحة خفيفة، يعني صوته زي ما بنقول كده في لغة الإعلام صوته رخيم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وفي لحياته كثافة، أحور أكحل، يعني أسود العينين، أكحل تراه كأنه مكتحل صلى الله عليه وسلم. أزج أقرا، يعني حواجب سيدنا النبي مقوسة لكن مش مقترنة، مش واصلة بعضها صلى الله عليه وسلم. شوفي بقى الجمال يا أستاذة دعاء، بتقول انصمت علىه الوقار، وإن تكلم علىه البهاء، أجمل الناس من بعيد وأحلى الناس من قريب صلى الله عليه وسلم. حلو المنطق، فصل لا نذر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم تنحدر. بتقول كلامه كله موزون، ما بتكلمش كلمة زيادة ولا كلمة ناقصة، إنما يتكلم بميزان صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ربعة، لا تشنأه عين من طول ولا تقتحمه من قصر، يعني وسط، ولا طويل ولا قصير.
بتقول غصن بين غصنين، قاعد بين أصحابه كأنه غصن كده باين بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، محفود محشود، لا عابس ولا مفند. يعني أصحابه بيجتمعوا حواليه والناس بتحب قعدته وبتحب كلامه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وعشان كده أم معبد قالت بيت شعر جميل قوي في وصف سيدنا النبي، قالت: جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حل خيمة أم معبدي، هما نزل بالبر وارتحل به، فأفلح من أمسى رفيق محمدي. سلوا أختكم، يعني أم معبد، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، كان في كل حاجة جميلة. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بعد بقى ما اتكلمنا الكلام الجميل ده، هنشوف كمان تقرير جميل من تقارير الخير ومؤسسة سقيا الماء، ونرجع نعلق عليه في الاستوديو. قرية سقيا الماء بوابة خير وحياة كريمة للأسر الفقيرة. سيدنا الخليل إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه لما أخذ ستنا هاجر وابنها إسماعيل في مكة، دعا دعوة جميلة قوي، قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يبقى ده المراد، إن سيدنا إبراهيم لما حب إن الأرض تعمر بذكر الله عز وجل، وتعمر بتوحيد الله، وتعمر بعبادة الله، دعا ربنا إن ربنا يعمر الأرض بالزرع وبالنخل اللي يرزق منه الناس، فتعمر الأرض بعبادة الله عز وجل. فكان أول حاجة طلع بير زمزم، وربنا أخرج بئر زمزم اللي تطلع منه المية، ويكون حوالين منها الزرع والنخل اللي يجمع الناس ويعمروا الأرض بعبادة ربنا، ويعمروا الأرض بتوحيد ربنا. وإحنا النهاردة جايين في الصحراء دي عشمانين إن إحنا نعمرها بناس تعبد ربنا، إن إحنا نعمرها بناس ترزق وخير يطلع يعم على الفقراء والمساكين. ربنا قال لنا: والنخل باسقات لها طلع نضيد. إحنا النهاردة جايين نغرز أول فسيلة في الخير، وأول نخلة النهاردة بنقول بسم الله في وقف سقيا الماء، يكون وقف يخرج ريعه للفقراء والمساكين مدى الحياة، بعد مئات السنين يستمر هذا الوقف، وتستمر الأرض دي في إخراج الخير اللي يعم على الفقراء والمساكين، وربنا يستخدمنا فيما يرضيه يا رب العالمين. صكوك الخير في قرية سقيا الماء مش بس صدقة جارية، دي صكوك حياة، حياة لأسر فقيرة اللي بصدقتك وزكاتك هنوفر لهم مصدر للدخل اللي يقدروا يعيشوا عليه حياة كريمة. مؤسسة سقي الماء، نعمل من أجل الإنسان. شفنا طبعا التقرير وأرقام التليفون موجودة على الشاشة، إذا أي حد حابب أنه يتواصل مع مؤسسة سقيا الماء، لو عايز يعمل معاهم صدقة في أي مشروع بيعملوه، سواء كانت المية أو زي ما شفنا كده سق النخيل اللي هو الوقف لله، وهو فكرة جميلة بصراحة. الله يكرمك يا أستاذ، احنا بنتكلم عن سيدنا النبي، وسيدنا النبي كان كريم، جاءه رجل فأعطاه غنم بين جبلين صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لسيدنا بلال: أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالة، يعني اللي انت هتخرجه لله هيرجع لك أضعاف مضاعفة. فدي رسالة بنوجهها للسادة المشاهدين، إن تشبهوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب سيدنا النبي اتباعه، إن احنا نقلده ونحاول نعمل زيه صلى الله عليه وسلم، فعاوزين نجبر بخواطر خلق الله عز وجل، ونجبر بخواطر المساكين والفقراء، وربنا أكرمنا بفكرة وقف النخيل دي، إن احنا نعمل مشروع الربح بتاعه يصرف على الفقراء ويصرف على المساكين، ونعمر المكان ونعمر الصحراء ونشغل ناس وعمالة، ونعمر الأرض بذكر الله عز وجل وبالخير الكبير ده. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفنا ويدلنا صلى الله عليه وسلم، ويقول لنا: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لما تعين أخوك المحتاج والفقير بصك نخلة،
يعني يعيش عشرات السنين ويصرف على الفقراء والمساكين، يعني الله عز وجل يعينك ويسر لك أمورك ويقضي لك حوائزك. وبعدين يا أستاذ دعاء، بدل ما حضرتك هتطلع مثلا 5000 جنيه أو 10000 جنيه أيا كان الرقم اللي هتخرجه لله عز وجل وخلاص، لا ده احنا بنستثمر لك المبلغ ده عشان يفضل ينفق على الفقراء والمساكين سنوات كتيرة، فعداد حسناتك يزيد عند ربنا. وربنا سبحانه وجل وتعالى بيقول لنا نكتب ما قدموا وآثارهم، يعني متخيل بعد حياة طويلة وعداد حسناتك ما وقفش، عداد حسناتك شغال بتاخد أجر، الأجر ده بصك نخلة أنت حطيته معانا في مؤسسة سقيا الماء. جميلة بصراحة جدا الفكرة دي، وكل واحد بيختار السق بتاعه. عايز يعني مثلا أنا أعمل مثلا نخلة، النخلة بتاعتي أنا مثلا أختار أن الريع بتاعها كل سنة يروح مثلا لمعهد يروح الأورام، في المساجد أو في مثلا للمساجد أو مثلا لأبار المية. بالظبط، يعني أنا أختار أنا عايزاه طول العمر يروح في إيه. بالظبط جدا، حضرتك بتختاري الربح بتاع النخلة دي بعد كده يصرف فيه على أيتام، على فقراء، على مساكين، على بناء مساجد، على حفر أبار، على أمراض سرطان، يصرف عليه. ده المتبرع هو اللي بيحدده، وكمان بيختار مكان التبرع بتاعه وبيتكتب اسمه كمان على النخلة، يقدر ان هو يروح المكان ويشوف التبرع بتاعه بنفسه. ما شاء الله، ربنا يكرمكم. ربنا يكرمك يا استاذ دعاء، واشكر حضرتك جدا في نهايه حلقتنا. شكرا ليك وشكرا لكل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.